تمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تمكن من تحقيق المركز الأول خليجيا والرابع في سباق التاج الثلاثي للرجل الحديدي والذي أقيم في إمارة دبي الذي شارك فيه أكثر من 2500 رياضي ورياضية يمثلون 100 دولة. وبهذه المراكز المتقدمة تمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من إضافة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته الكبيرة في رياضة الترايثلون وإلى إنجازات مملكة البحرين في هذه البطولة العالمية التي تعتبر الثالثة من نوعها التي تقام في إمارة دبي. وبهذه المناسبة أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن هذا الإنجاز يعد نتيجة إيجابية ومتميزة وتبعث على التفاؤل في البطولات المقبلة، خاصة وأن سباق دبي يأتي في إطار رزامة البطولات التي سيشارك فيها سموه استعدادا للظهور في بطولة العالم للترايثلون في هاواي والتي ستقام في شهر أكتوبر المقبل. هذا وبين سموه أن مشاركته في المنافسات المحلية في البحرين والبطولات الخارجية ستتواصل وصولا إلى الجاهزية التامة قبل المشاركة في بطولة العالم أملا في تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة. هذا وعرب سموه عن ارتياحه البالغ للمشاركة البحرينية الإيجابية في بطولة الرجل الحديدي في دبي والتي تعتبر من البطولات المتميزة والقوية نظرا للمشاركة الكبيرة والواسعة من قبل مختلف الرياضيين، ماكنا سموه أن الأهداف المرسومة وراء هذه المشاركة تحققت بفضل الحماس والروح العالية التي تحلى بها أفراد الفريق جميعا منذ الانطلاقة حتى نهاية البطولة، مشيرا سموه إلى أن النتائج الطيبة التي خرج بها الفريق من هذه المشاركة والتي تعد تجربة إيجابية جديدة تضاف إلى سلسلة التجارب الخارجية السابقة والتي ترفع بشكل مستمر من المستوى الفني للاعبين. وقال سموه إن الفريق البحريني سجل حضورا مشرفا في بطولة الرجل الحديدي من خلال المشاركة الفاعلة وسط العدد الكبير من المشاركين المحترفين والهواة من مختلف دول العالم والذين شكلوا صورة جميلة من التنافس الكبير والرغبة الجادة في تقديم أفضل المستويات المطلوبة وإنهاء السباق على الرغم من الصعوبات التنافسية والمناخية، حيث أثبتت هذه المشاركة المكانة التي يمتلكها أبناء البحرين في هذه الرياضة وأصبحوا رقما لا يستهان به على صعيد كافة المشاركات الخارجية. واعتبر سموه أن الهدف الأسمى من كل مشاركة خارجية ذات مستوى فني عال وحضور كبير هو ترك البصمة البحرينية دائما لتؤكد المكانة التي تمتلكها المملكة في هذه المحافل العالمية والانطباع الإيجابي في ظل ما تكتسبه البحرين من سمعة عالية على صعيد رياضة الترايثلون. أقول لك مبروك الله يسلمك، دائما رافع الراس وانجازاتك عديده في المشاركات الخارجيه دائما. الحمد لله على كل حال، يعني تعبنا ما راح خساره ابدا، وعدنا واوفينا بهذه النتيجه، رغم يعني العدد الكبير من المشاركين من دول العالم ورغم الاجواء الصعبه والامواج في السباحه الا واحنا يعني قدرنا نتقلب على كل الاجواء. والحمد لله مرة ثانية في هذا السباق قدرت أكسر رقمي القياسي. بطولة دبي محطة من محطات الاستعداد لكونة؟ إن شاء الله تو الناس على كونة 8 شهور ونص تقريبا، الآن أقدر أخذ راحة بسيطة وأعيد الحسبة وأغير الآن تمريني من تمرين السرعة إلى تمرين التحمل لأن كونة هي مسافة الفول وليست مسافة الهاف.